هذه الدولة المؤسسات جميعها أصبحت لا شيء بجانب بوتين. هل ما فهمت منك أنا الآن صحيح؟ بوتين هو الدولة الروسية والدولة الروسية هي بوتين؟ نعم نعم، يمكننا القول بأنه في موقع الملك والإمبراطور، وليس إمبراطورا وملكا فعليا. في قطر لديكم ملكية، وهذه مؤسسة تبلي بلاء حسنا ولا ضير في ذلك، ولكن ما أردت قوله هو أن بوتين هو ملك بطبيعته، ليس لأنه يريد أن يكون ملكا، ولكن نحن نريده أن يكون ملكا. إنها ملكية شعبية وهذا طلب شعبي، إنه ملك حسب الطلب إذا ما صح التعبير، ونريد منه أن يكون ملكا، ونريد منه أن يكون تجسيدا وتجليا للدولة الروسية والروح الروسي.